ما الفرق بين القسم على الله والتألي على الله؟ تألي على الله لا يغفر لفلان، هذا التألي على الله، انك تقول والله لا يغفر الله لفلان، هذا التألي، حلفت ان الله ما يغفر لفلان. وهذا جاء ان الله عز وجل قال: من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. نعم.